عشر ضلت السبيل من يوم أبيل مات الهبيل كم البشر ضلت السبيل صرخوا الندم على حال عدم صرخوا الندم على حال عدم بس الإيمان مش مستحيل مش مستحيل تحطم خطايا والخلم عايا بيقول لي سكة هدايا تحطم خطايا والخلم عايا بيقول لي ومين غالب ومين مغلوب ومين عاشق ما شالش ذنوب ومين غالب ومين مغلوب ومين عاشق ما شالش مهما اداد فينا عيوب ومهما نخبي تحت الدوب دي حقيقة عايشة ويايا الخير والشر ويايا ضيعتك يا ابني، أنا اللي ضيعتك يا عباس. مين؟ مين؟ أنا عباس يا مفتح. عباس 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 خرجت ازاي يا عباس؟ بكفالة جابتها هدى. وخرجت ليه؟ ايه ما كنتش عايز اخرج. حلف لا يموتك لو خرجت. حلف لا يموتني كده نعمان؟ ما انا جاي لك عباس. عباس انا فيا ولا فيه يا ابني دلوقتي؟ قول يا ابني حد شافك من اهل البلد وانت خارج؟ ما حدش شافنا، احنا في طرف البلد. طب تعالى يا عباس تعالى ادخل الاوضه دي ما تخرجش منها خالص. انا خرجت من الحبس عشان ارجع له تاني ولا عالي يا نعمان؟ المعروف ما تجيبش سيرته عشان خاطر ابوك يا ابني، لغايه ما نشوف هنعمل ايه. اسمع كلام ابوك وخش ادخل يا عباس عشان خاطر ابوك. اسمع كلامي يا ابني اسمع اسمع يا عباس. استر استر يا ابني استر. يا عديها على خير يا رب. علي يا علي. ايوه يا استاذ سيف. انت بتعمل ايه؟ فمان غسيل اكثر بياض. طيب بقول لك ايه، انا هلبس وانزل مصر، هوصل الورق ده. عارف هوصله لمين يا علي؟ لازم انا لسه غريب يا فندم. ايه بالظبط كده علي؟ هو مش خلاص يا بيه الفيلم بتاعه خلص وبنهايه سعيده وراح ورجع وسط اهله وناسه؟ ايوه علي بس لسه ما رجعش لنفسه. ازاي بقى ما رجعش لنفسه؟ معقوله بقى يعني هو قاعد في وسط اهله مش عارف ان دول اهله واهله قاعدين معاه وعارفين ان هو من اهله وهو مش عارف ان هو اهله واهله مش عارفين ان هو من اهله؟ ايوه علي ايوه عارفين. طب وانت يا علي ما نفسكش ترجع لاهلك؟ نفسي ارجع لامي يا بيه، بس اللي منعني الشديد القوي اللي منعني ان انا ارجع لامي في البلد هو اللي منعني اهو بره باب ظهرك يا سعاده البيه. انما لماذا يا بيه؟ لماذا يعني؟
لماذا كده؟ ليه يعني؟ ليه في ناس كتير سووا وناس بتكره الناس؟ وانا ذنبي ايه اتلوح كده واستخبى عندك ومن غير ذنب؟ ذنبي ايه يا ناس بس؟ ده سؤال يا علي محدش عارف يجاوب عليه لحد دلوقتي. حتى انت بقول لك ايه؟ منزل اوعى تفتح لحد، انت فاهم؟ انا داخل اغير هدوم. هل ده سؤال ما حدش يقدر يجاوب عليه؟ اهلا يا هدى. اهلا يا استاذ سيف. ايه اخبار عباس؟ ايه خرج بكفاله. صرفت الشيك اللي كان سايبه مع حضرتك ورحت دفعت له الكفاله. بس انا قلقانه قوي. قلقانه من ايه؟ انا حاسه ان عباس راجع وناوي على شيء مش عايز يقول لي عليه، حتى الست انوار برضو. اللي بيحصل هنا ده زرع الشر في نفوس ناس كتير يا استاذ سيف. الحكايه ما بقتش خساره ارض وخراب، لا دي بقت نفوس بتتخرب. ما ده غير الناس، ومع ذلك هنشوف. شكلك استسلمت، وده كمان قاطع فيا قوي. انا بعمل محاوله اخيره مع غريب يا هدى، لو نجحت كفتنا ان شاء الله هترجع. صباح الخير يا اهلا الخميس. صباح الفل. اهلا. ما تتفضلوا لما اوصلكم. ايه يعني فاضي؟ اتفضلوا مفيش حاجه. يلا استاذ عشان تلحق الشغل. يا سعادة الباشا، انا ما قدرتش انام خالص من اللي عمله سيف معايا. اللي عمله ده معناه خطير. يا حنان هانم، انت قلتيلي امبارح بالليل على اللي حصل من سيف، وانا قلتلك انا فهمت وقلتلك خلاص. ايوه يبقى انسي بقى وخلينا في المهم. امرك يا فندم، امرك. نعمان المكاري؟ ايوه انا فهمت. امتى يا باشا؟ الليله. حاضر هبلغه. بس فين هنقابل سعادتك؟ ايوه هنا بس شكرا. شاكرين يا خميس. الف شكر يا خميس. العفو يا استاذ سيف. اتفضل انت بقى ما تعطلش نفسك. لا انا هستناك. ليه بس؟ ما انا يمكن اتاخر جوه. ما هو الواجب برضه اطمن على غريب، وبعدين انا عايز اتكلم معاك شويه. طيب ماشي، انا هحاول ما اتاخرش جوه. طب ما تيجي معايا تشوف. لا 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 هستناك انا هنا احسن. طيب سلام عليكم. سلام. مع السلامة يا استاذ. مالك يا ماما؟ لا ابدا مفيش. ما تروحي كليتك اذا كنت بقيتي كويسة ومش تعبانة. مش هقدر يا ماما، بس مش عشان تعبانة. انا حاسه يا ماما بقلق فظيع. كنت متصوره ان بعد بابا ما هيخف كل حاجه هتبقى كويسه، لكن للاسف لا. اكيد هو ده برضو اللي مضايق حضرتك. صباح الخير. صباح النور. رياض بيه موجود؟ موجود يا فندم. اتفضل استاذ سيف. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. صباح الخير استاذ. اتفضل. اهلا يا زيزي. صباح الخير. الحقيقه انا كنت جايب ورق لرياض بيه، مش مهم اقابله، المهم ان الورق يوصل. لا تحت امرك. اتفضل. شكرا. يا ترى ورق ايه؟ ورق هو كان طالبه، ورق عن الفتره اللي قضاها هناك. هو موجود في المكتب. اتفضل ادخله. متشكر قوي يا فندم. استاذ سيف. نعم. بابا مش هيعرف حضرتك. ليه؟ في الحقيقة اصلا الحمد لله يعني رياض ذاكرته رجعت له. صحيح؟ صحيح. فجأة كده؟ لا هو احنا امبارح قضينا ليلة كانت متعبة جدا، لكن الحمد لله نتائجها كانت كويسة.
الحمد لله. بس الحقيقه انسه زيزي عندها حق، اكيد بعد ما رجعت له الذاكره مش هيفتكرني. استاذ سيف اهلا وسهلا. يا استاذ سيف اهلا بيك. هاني وصل استاذ سيف عند بابا. حاضر. شكرا. اتفضل. بعد اذنكم. اتفضل. ادخل. صباح الخير. اهلا وسهلا. مين حضرتك؟ ده الاستاذ سيف اللي حضرتك كنت معاه. ما فين؟ في البلد اللي حضرتك كنت فيها الفتره اللي فاتت، وهو اللي ساعدنا عشان نوصل ليك هناك. على فكرة بابا أستاذ سيف تعب معنا قوي كده. أهلا وسهلا. أهلا بيك. تفضل. شكر. الحقيقة أنا جايب لك الورق اللي حضرتك كنت طلبته مني. أنا طلبت منك ورق؟ قصدي كان طلبه مني غريب، كان اسمك هنا غريب، وكنا بقينا قريبين قوي من بعض، اصدقاء. اصدقاء عموما. انت لما طلبت مني الورق ده كنت عامل حساب اللحظه دي، اللحظه اللي ترجع لك فيها ذاكرتك وتسقط من ذكرياتك الفتره اللي انت قضيتها معنا هناك. متأكد ان الورق ده مهم بالنسبة لي؟ ده يتوقف عليك يا ربي. ازاي يعني؟ لان هيكون قدامك وانت بتقرا الورق ده اتنين رياض. رياض اللي هو حضرتك واللي انت رجعت له دلوقتي واللي انت عارفه كويس. ورياض التاني اللي انت ما تعرفوش لكن موجود برضو جواك. وظهر هناك في الظروف المختلفة اللي انت عشتها. والأستاذ أديب أو حاجة زي كده يعني؟ الأستاذ سيف عبد الحليم يا بابا كاتب مهم. الحقيقة أن الورق اللي كتبه لحضرتك أنا متأكد أنه صادق في كل كلمة كتبها. غير كده كمان عنده اللي قالهولي عن الدغيدي بيه. الدغيدي؟ لا ده ما يهمنيش دلوقتي. انا متاكد انك اقدر مني على التعامل معاه. هو يعني مجرد كلب تحت رجليك، ما يهمنيش. لكن في الاخر عضك عض تموت. تفضل اقعد. شكر. مش هنقدر نقعد مع بعض إلا إذا قريت الورق ده باهتمام حقيقي. طيب على الأقل نشرب قهوة قبل ما تمشي. متشكر قوي. في راجل مستنيني بره، راجل بيشتغل سواق مايكروباص. مش عاوز أعطله أكتر من كده. على فكرة هو مستني بره، كان عاوز يطمن عليه. ممكن تليفونك لو سمحت؟ انا للاسف ما عنديش تليفون، لكن عنواني عارفه الاستاذ هاني والاستاذ شوقي. اتمنى ان الورق ده بعد ما تقراه يقرب بينا مش العكس، ونتقابل تاني. تحياتي يا ربي. وصل الاستاذ هاني. حاضر.
الشفا يا فندم. طيب يا فندم استاذن انا. خير يا استاذ سيف؟ خير الحمد لله. عموما مبروك. متشكره قوي. بس يا ترى قال لك ايه؟ يعني هو الحقيقه هو مش هيقدر يقول اي حاجه ليها معنى عندي الا لما يقرا الورق ده اذا اهتم انه يقراه. بس واضح انك انت مش مبسوط. لا ابدا. استاذن يا فندم. مع السلامه. السلام عليكم. الله يسلمك. مع السلامه. الله يسلمك. هو يقصد ايه يا ماما؟ شكله متضايق قوي. يا استاذ سيف. يا استاذ انت من اتعب يا استاذ بسرعه اعمل معروف. يا استاذ طارق يا رب. يا استاذ سيف. التليفون يا ماما التليفون. ايه في ايه؟ هطلب الاسعاف لسيف. سيف؟ ايوه ايوه هو دلوقتي بخير. ايوه في اوضه العمليات. عامل ايه دلوقتي؟ طب اسمع اول ما يطلع من اوضه العمليات طمني. بابا؟ لا الحمد لله كويس. المهم اطمنا. مع السلامة. رياض السواق اللي كان وصل سيف لغايه هنا قال لي كان في عربيه مستنيه بره وضربته اول ما طلع من البيت. انا هطلع اطمن على زيزي من نهارها مساحه الحادثه. خلينا يعني ايه يا فريد؟ انت لسه مش فاهم الموقف بعد رجوع رياض لبيته. امال ايه؟ طيب يا سيدي عشان تعرف انك لازلت مهم لغايه دلوقتي احنا ريحناك من مساله سيف عبد الحليم خالص. ايوه موجود دلوقتي في المستشفى اللي كان فيها رياض. التفاصيل بقى لا انا هطلبها. ما تتحركش. الدغدي ده كلب غبي. حقده الشخصي هو اللي افسد المحاوله الاولانيه. انا بره الكرسي اقوى مني على الكرسي يا هانم ما دام في مستفيدين. ويا ترى كلفت حد يتصل بالدكتور اللي بيعالج رياض؟ وهاخد الرد النهارده. هو ده اللي هيقدر يساعدنا على قرار سفره بره معايا. وده لازم يتم بسرعه قبل الراجل الماليزي ما يوصل. وانت عارف في وقت انا منظمه. كان في وقت برضه في المره الاولانيه ومحدش قدر فيكم يتعامل مع رياض وانتهت بلخبطه كملها الدريدي الغبي. ما هو يا هانم لو انت حاولتي بنفسك معاه من الاول. احاول يعني ابقى في الصوره يعني تبقى علاقتي برياض اكتر من الاول مجرد خدع ومن الاول برضه. ودي حاجه ما تفوتش على مخ زي مخ رياض النادي يا باشا. انا واثق. انا اللي ادرى برياض مش انت. بس المره دي لا مش هسمح ابدا ان تعب يروح على الارض تاني يا معالي الباشا. انا عاوزك تصغط البطل كويس. ربنا يبسطك كمان وكمان. قول لي يا خلف. ايوه بيه. عملت ايه في حكايه اللوريات؟ عندنا لغايه دلوقتي 3 لوريات وفي 2 تانيين جايين بكره كمان. البلدوزرات بقى سبقت على الحوض وهتبدا التجريف. انا عايزك تروح معاهم. ها وبعدين في حاجه مهمه. مهندس مباني جاي مع المقاول تقابله كويس. ما يلا خف اتفضل. امرك يا سعادة. حمامة. مع السلامة. صحيح عباس ابن خالد خرج من السجن. ازاي الكلام اللي بتقوله ده؟ ده لو خرج يبقى فيها نيابة وفيها حبس. عيد شافوا هالي العسيكة ماشي يدارى. ايوه اهو عيد اهو. اهو جه اهو. شفت ايه يا عيد؟ شفت صحيح ابن خالد؟ يا بيه انا مش جاي في كده. انا بصراحة واخد على خاطر من سعادتك يا بيه.
بقى الناس دي كلها تسافر يا بيه وانا قاعد كده برضو. ده انا تعبان يا بيه مش لاقي. وبعدين لو حضرتك حبيت ترجعني المعمل دلوقتي قفلته. جاب الضرف وروحت. ايه ده؟ بتقول ايه؟ ايوه بيه مشيت الناس اللي كانوا لسه موجودين في المعمل وراحت من الشفا لحواض وروحت. ها بعدين بعدين. عايزك تجي لي ها؟ بعدين وانت نيزي مالك؟ زعلان ليه؟ مفيش حاجه انا هقول لك. امال مبوز ليه؟ مبوز ليه؟ مبوز ليه؟ ربنا يخليك يا ست الحكيمه طمنينا ايه الاخبار؟ لا الحمد لله العمليه نجحت وبقى كويس بس الخطر لسه موجود قدامه يومين بكتير يبقى كويس. الحمد لله. طب لله. لو سمحتي ممكن ندخله نطمن عليه؟ بس زي الدكتور ما قال هتبصوا عليه وتمشوا على طول. حاضر. بسم الله الرحمن الرحيم. بس يا ريت من فضلكم يا جماعه تلزموا الهدوء لان حالته لسه خطيره. ليه كده؟ مين اللي عامل العمليه دي؟ مين؟ ارجوك تهدى عشان ما تقلقوش. من اين يجيء هذا الشر؟ هكذا سالتني يا غريب، وكنا معا ما زلنا في رحله الكعب الداير، وصورة هذا الوغد نعمان المكاري تطرح السؤال: هل الشر الذي حل بك من نعمان كامن فيه بالطبع والتطبع، أم أن في الأمر أسبابا وعللا خارج نعمان يمكن أن تتغير فيتغير هو ولا يصبح الوغد الشرير؟ ثم تاه السؤال في غمرة المواجهة، مواجهة شر نعمان وحاجة الإنسان للدفاع عن نفسه. ولم أكن أدري أن السؤال سوف يعود ليواجهني ويواجهك يا غريب عندما تعود لتصبح رياض النادي بكل شره. أو تعرف من أخبرني عن شرور رياض النادي؟ أخبرتني أنت. كل ده كده. عدت بك مع ابنك هاني إلى منزلك، بعدها جئت إلي مرعوبا مما سمعته عن رياض النادي، عن الهوانم على حد تعبيرك، ولكن الأهم هي هذه المفارقة، أنك وجدت في صورة رياض النادي صورة الوغد. نعمان المكاري. أدخل. صباح خير يا ربي. اتأخرت ليه يا شوقي؟ اصل كان لازم افوت على البيت قبل ما اجي عشان اجيب لحضرتك الملف ده. ملف ايه؟ ده وقت الشغل. روح حصل هاني الاول. احصله فين يا فندم؟ الهاني ما تقول لك روح. ايوه بس لازم افوت لحضرتك الملف ده قبل ما امشي. بعدين قلت لك انا مشغول دلوقتي. يا فندم ده اهم من اي شغل. الله. ايه حكايه الملف ده مش شغل؟ ايوه يا فندم بس حضرتك هتحتاج تقراه قبل ما تبدا اي حاجه. وريني. الا مضيعه قديمه كلها. ايوه يا فندم بس في حاجه بتربط العمليات دي ما كانتش واضحه لحضرتك قبل كده. حاجه ايه يعني؟ حاجه ليها علاقه بالجريمه اللي حصلت. ليها علاقه بالدغدي؟ يعني مش الدغيدي لوحده يا فندم. اسمع. يا فندم. مش لازم حد يعرف بوضعي دلوقتي خالص، انت فاهم؟ مظبوط يا فندم، وانا كنت عايز اقول كده فعلا. روح دلوقتي لهاني واتصل بيا من المستشفى. مستشفى؟ انت تعرف اللي اسمه سيف؟ طبعا يا فندم اعرف. في عربية ضربته قدام باب الفيلا. توقعت حاجة زي كده. يعني ايه؟ حصل ايه؟ خرج من اوضة العمليات ولسه تحت الملاحظة. الإصابة خطيرة؟ قوي.
بدأت فعلا النهاردة. عيب يا حنان هانم، ده كلام. انت قلتي التراخيص اتبعتت خلاص، قلتي كلامنا يبقى فيه ثقة وبدأنا. انا نعمان، كلمتي التنفيذ. جميل جميل يا نعمان بيه. طب اتفضل بقى الشاي. قوي 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 شاي. وعلى فكرة يا حنان هانم، المكتب الاستشاري خلاص خلص كل الرسومات الخاصة بالقرية الصحية وكل شيء جاهز. لا يا نعمان، دي بقى استنى عليها شوية بعد مقابلة الليلة عشان تعرف ان الشغل بتاعنا على اصول. الله 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 الله، ليه كده يا ست كل؟ انا كنت فاكر يا هانم ان المقابلة دي فيها شغل تاني. ده تاني وتالت ورابع عشان تعرف ان الشغل بتاعنا تحت حماية كبيرة وعلى مستوى هاي ليفل يا نعنوع. اخ نعنوع، طلع من بقك زي النعناع. بس عاوز اقول لسعادتك حاجة، انا ما يهمنيش في الفيلم ده كله الا رضا سعادتك. نعمان يعني ابو اللي خلفه. نعمان الو دغدي، اتخضيتي ليه كده يا حنان؟ انا لا انا كويس. لسه البرد تعبني شويه. انت ايه الاخبار؟ حلو. لا ما هو الباشا قال لي كده برضه. لا لا هو اللي بيكلمني. بس ليك عندي خبر هيزعلك شويه. اللي انقذ رياض النادي دفع الثمن خلاص. سيف، سيف اللي كان مضايقك يا روحي. ازاي ده؟ انت حصل انهي مستشفى؟ يعني ايه تقريبا ميت؟ طيب طيب هتصل بيك بالليل. لا ما عنديش حد، بس متضايقه شويه. مع السلامه. مين الله يرحمه اللي مات؟ لا مفيش. لا بقول لك ايه يا حنان هانم، 100% في واحد مننا بيضحك على التاني. قال ايه يا نعمان؟ بقول لك ده انا راجل مال وهدومي، اللي قدامك ده راجل مش عره زي اللي كلمك في التليفون وضحك عليكي وخضك. سيف يا نعمان، سيف. ماله سيف يا ست حنان؟ بيقولوا ضربته عربيه في المستشفى. عايز يفهمك ان ورا الحكايه دي ايوه، وانه زي ما قدر ياكل سيف يقدر يضحك عليك انت كمان. مش هو اللي ورا حكايه سيف، الدغدي يقدر يضايقني يا نعمان. دغدي مين؟ وانا جنبك دغدي. لو شفتيه لما جالي وهو بيترعش ومخضوض وعاوز يطمن على حكايه مقتل رياض بيه. نعمان بقول لك ايه، طول ما انا معاكي وجنبك وحطك في نن عيني ما تخافيش من اي مقطف من دول، حتى لو كان البيت كبير، الكبير قوي بتاعك اللي بتقولي عليه اللي عايز يقابلني. انا ثقتي فيك كل ماده بتكبر يا نعمان. في محلها وحزمت لك. بس سيف ممكن يموت. انت عايزه ايه؟ اؤمري. لا انا هروح اشوفه في المستشفى. عن اذنك اغير هدومي. خايفه ليكون مش هيموت. فينك انواره من الدوده دي؟ ولم تكن صدفه يا غريب ان تتشابك مصائرنا. لقد اكتشفت ان زوجتي حنان تلك المراه التي ساهمت في دمار عالمي القديم، اكتشفت انها صارت ترسا في الاله الضخمه، الاله التي صنعها رياض النادي ودارت بمصائر الكثيرين وانا منهم. نعم كنت اساندك ونقف معا في وجه شر نعمان، وانا لا ادري ان شرك قد وصل الي كما وصل الى غيري في تلك البلده الصغيره، وخاصه انوار. انوار
هتتغدى بعد ما ترجع من زيارتك للاستاذ سيف؟ شوقي فين؟ شوقي جاي اتاخر شويه في المستشفى عشان يدفع الحساب، ورجع دلوقتي وقعد قلقان زينا كلنا. وانت قلقانه ليه بس يا علوي؟ انا ما بتكلمش عن نفسي، انا بتكلم عن كل اللي في البيت. المفروض تريحهم بدل التوتر اللي هم فيه ده. توتر؟ توتر ليه بس؟ المفروض انهم يفرحوا عشان استرديت ذاكرتك، لكن مفيش فايده، مش قادرين. الله، ايه بس اللي مزعلهم مني؟ لا بتتكلم ولا بتقعد مع حد، حتى الدكتور اللي عايز تروح له ولا يجي لك، الكل خايف عليك. ويخافوا ليه ولا يقلقوا ليه؟ انا قلت محدش يخاف ولا يقلق. الله، كل اللي انا عايزه شويه وقت عشان افكر واعرف بعديها اتصرف. لو سمحتي اسبقيني وانا احصلك. حاضر. الدواء كمان، الدواء خلص يابا. معلش هدي نفسك ما تزعليش، دلوقتي يجي الخميس ونبعته يجيب غيره، بس تعالي اقعدي معايا شويه نتكلم. هو في كلام تاني عشان نتكلم فيه يابا؟ اه. والمعمل اللي انت قفلتيه ليه؟ ليه يا انوار؟ يابا انا خلاص كرهت المعمل وكرهت البلد، احنا لازم نمشي من هنا. نمشي؟ نمشي نروح فين يا انوار؟ هنروح شقة عبد الله في السيدة، أهي لسه موجودة لحد ما أشوف. شوف؟ شوف إيه؟ فكرك يعني يابا؟ أنا هسيب نعمان؟ الموال ده بقى قديم قوي، وأنا قلت لك كده من المبتدئ وشفت بنفسك. عندك سكة غيرها يابا؟ أيوه، ما تمشيش من هنا، نعمان ده مش هيقدر يعمل حاجة أبداً، مش هيقدر يقيد. أنا سألت واحد محامي وقال لي ان اللي بيعمله نعمان ده مش قانوني. ومين يحاسبه يابا؟ اللي اكبر منه. هدى قالت لي على واحد كده وانت بره. مين يابا؟ غريب يا انوار. غريب؟ ايوه، سيف راح يقابله النهارده، وهدى قالت لي لما غريب يخف ويرجع هيعمل كتير، وانا صحتي بقت كويسه والحمد لله اروح مع سيف اقابله. تقابل مين يابا؟ غريب يا انوار. اسكتي، مش غريب ده طلع حاجه كبيره قوي، نفوذ ومال وهيلمان، مفيش كده. غريب ده مجرد واحد وعد، واحد كان محتاج المساعده وساعدناه، لكن غريب الجديد ده بقى ما يعرفناش ولا نقدر نعرفه. على الرغم من اننا محتاجه المساعده، لكن مش هطلب من اي حد يساعدني او يقف جنبي. حقي لازم اخده بايدي، ولازم اعرف في نعمان سكه يابا. بس لازم اقابله مع سيف، مش هتقدري تمنعيني، وخروج من البلد مش هنخرج، والمعمل ده يا انوار لازم يرجع يشتغل تاني. يابا خلينا في الدواء اللي خلص دلوقتي، وريح قلبك بقى. يا ناري يا ناري، لو كان بايدي كنت خلصت البلد كلها من نعمان المكان ده. اهلا يا خميس. انا قلت عدي، يمكن تعوزوا حاجه. مالك يا خميس؟ في حاجه؟ ها؟ استاذ سيف. ماله الاستاذ سيف؟ في المستشفى. حادثة. مستشفى؟ حادثة؟ عملت حادثة بعربيتك يا خميس؟ لا يا استنوار، هو اللي كان مقصود. العربية كانت قصباه هو بالذات، وضربته قدام بيت غريب. قصده؟ ليه يا ولدان؟ ده حاله من حالي.
ضع كلامه في الجرنان زي ما طشت رصاصتي اللي ما ضربتهاش في نعمان. ليه؟ ليه؟ ده قليل الحيلة زي الكل. انت مزعلة روحك ليه بس يا ست أنوار؟ ما هو عشان كده انا ما كنتش عايز اقولك. ما تقولي مين؟ تقولي مين يا خميس؟ ده اتقطعت شجرته من نظافته. ايه الحكاية؟ ايه الحكاية يا خميس؟ مال الواد الاستاذ سيف؟ شفت يابا؟ انت مستني سيف، مستنيه عشان تروح معاه الغريب. سيف مش هيجي يابا، ولا هتوصل لغريب ولا لأي حد تاني. ايه الكلام ده يا ولد؟ ايه الكلام ده؟ فهمني بسرعة. مبسوطة يا ست أنوار؟ ما قلتلك الحمد لله خلاص، لسه في أمل. أمل؟ يعني احنا كنا في خطر يا خميس، حتى بعد ما اتكسرنا مش سايبنا برضو يا نعمان. بس المرة دي مش هو بالظبط يا ست أنوار. يعني ايه مش هو بالظبط؟ يعني انا سمعت من الاستاذ سيف واحنا رايحين لسغريب ان نعمان المكاري داخل على لعبه كبيره قوي، لعبه من اللي فوق. هو يابا نعمان قاتل وحرامي بهايم ومستخبي في عصابته ومتحامي في الكبار كمان. كده هو؟ لا دلوقتي بقى انا مش ماشيه من هنا. اعدالك يا نعمان يا مكاري، حتى لو ما لقيتش غير ضوافري. المهم دلوقتي هنعمل ايه للراجل المسكين اللي مرمي في المستشفى؟ الو؟ ايوه يا فندم موجود. مين؟ المستشفى؟ تليفون عشانك يا هاني بيه. الو؟ ايوه انا هاني. ايه؟ عملية تاني؟ ليه؟ نزيف؟ طيب لا انا جاي حالا، مع السلامة. الساعة كده داخلة على نص الليل، سيف مش عادته وتأخر كده. وبعدين لو اي حد من العصابه المهببه دي عارف ان انا قاعد لوحدي من الصبح كان كسر الباب ودخل على علي وزه، وعلي وزه في الاخر يبقى مزه. بقولك كده يا سيف، انا قلبي مش مطمن يتاخر كده. وبعدين الاكل ده كله يا احمد، يا احمد بتروح عليك على وزه الاكله الحلوه اللي اخر لها. ارفع علي يا وزه، ما تخافش انا خميس. هادي الجمعه المهببه. طب اديني اماره خميس. افتح يا غبي. غبي يبقى بس خميس. يلا بسرعة لم هدومك وهلهيلك ويلا. ما انا لاممها كلها على جسمي. هي ليه؟ هو الاستاذ قال لك اسوان تاني؟ اسوان ايه يا غبي انت؟ امال ايه؟ هتروح تقعد عند الست انوار. هي الست انوار اللي هتيجي معانا اسوان؟ لا انا ما اقدرش اسيب الاستاذ وهو في الحاله اللي هو فيها دي. ما حرام عليكم يا ناس بقى. يا ابني انت افهم، ما تتعبنيش. إيه؟ الاستاذ سيف مش هيرجع دلوقتي. هيرجع دلوقتي؟ انت خارج من الصبح بدري، ليه مش هيرجع؟ ليه بقى؟ يا ابني بطل غابه بقى، الراجل مشغول عنده شغلانه كده وهيرجع. ما تقلقش وتقلقني معاه. يلا اتفضل يلا عشان تقفل الشقه. لا يا اخويا ما تقفلش عليا. قفل شقه ايه؟ انا مش مطمن ابدا. في حاجه وحشه، انا قلبي دليلي وقالي هتقول لي. بقول لي طب قول رد قلبي، قول يا جدع انت بقى وخلاص. يا ابني ما تخافش انا معاك. لا جدع انت اوعى بقى، بلاش غابه بقى. مدام سوزي موجودة في مصر يا شوقي؟
ما قلتليش ليه من بدري؟ طيب اسمع، البس هدومك وتعالى لي حالا. ايوه دلوقتي. ما تدخلش من الباب الرئيسي للفيلا، ادخل الباب الوراني. يا اخ نعمان، ما دام هتتعاون مع حنان هانم يبقى لازم نعرف بعض، ولا ده يزعل؟ لا يا باشا، ازعلني ازاي؟ ده هيبقى عيش وملح. بالظبط كده. انت بدات في سوق امبابه مش كده يا نعمان؟ سوق امبابه؟ سرقه مواشي، قبلها شويه شقاوه عيال، بعتها عشان بزمك. بزمي؟ يا سعادة الباشا حنان هانم، الأخ نعمان ما اعترضش على إني اتعرف. قلت إيه يا نعمان؟ مفيش حاجة سعادتك، قلت جوز أمي يعني شوية تفاصيل كتيرة بس أغلبها صح، حاجات صغيرة. في شلة القناطر أنت بدأت أهم مرحلة في حياتك. إيه الكلام اللي بتقوله سعادتك يا فندم؟ صدقني ده مفيد. أمال قلنا ليه نعمان المكاري؟ آه بقى كده. شوف يا اخي نعمان، سرقه المواشي وكم حادثة قتل مش مشكله، المشكله انك بعد ما خرجت من 3 سنين فتحت سكه ضرب الحشيش. ومالها السكه دي بقى يا باشا؟ هي دي اللي تقلقنا قوي، عشان كده لازم تسيبها فورا عشان نعرف نتعامل مع بعض كويس. تمام. الو، اهلا اهلا. عملت ايه مع دكتور سمير؟ ليه؟ ايه؟ رياض النادي؟ ماله؟ هو مات هو كمان؟ متأكد انه رجع لذاكرته تاني؟ طيب طيب، انا هتصل بيك بعدين. سلمني على المدام، مع السلامة. رياض استرد ذاكرته يا باشا؟ خلينا في اللي احنا فيه يا هانم. كنا بنقول ايه يا اخ نعمان؟ بقول لك ايه يا باشا، سيبنا بقى من حكايه تراب الحشيش دي ولعب العيال. الو، ايوه في ايه؟ رياض، انت متاكد؟ متاكد من امتى؟ كان لازم تعرف من امتى. اتصل تاني باللي اسمه حسني ده، خليه يكلم الدكتور. ايوه صحيح. جبت الورقة دي منين يا شوقي؟ من مكتب سوزي هانم في قديم. سرقتها يا فندم؟ دي وقعت في ايدي بالصدفة وانا هناك. اه فعلا، انت ما سرقتهاش، انت زورتها. زورتها؟ زورها ليه يا فندم؟ ليه؟ اسأل نفسك. شوف مين يهمه ويخلق مشكلة بيني وبين سوزي هانم. رياض بيه، انا ما
وانا اللي من يوم ما جبتك الشركه كنت بثق فيك. انا عمري ما كنت ثقه دي فعلا. كنت اعرف يا فندم حضرتك اقرا الملف كويس وكمان بتتهمني بالغباء. العفو يا فندم، انما برضه بطلب من حضرتك يا فندم تقرا الملف وبعدين نتناقش فيه. مش بعيد كمان يكون مؤامرة اغتيالي ليها دخل بعملتك دي يا شوقي. يا رب هاني قرا الملف وفاهم قد ايه انا تعبت عشان اوصل له. ما تدخلش هاني في موضوع زي ده وكفايه لحد كده، انت فاهم؟ بابا حضرتك فهمت ايه؟ ده شوقي اكتشف الموضوع ده في الاخر واحنا عمالين بنخبط وانا بكره الصبح تروح تاخد حاجتك من مكتبك. انت مالكش مكان عندي في الشركه من دلوقتي. بابا ولحد ما اعرف دورك كان ايه بالظبط في اللعبه دي ولحد امتى والفين. استنى، سوزياني منزله في اي اوتيل؟ اسم الاوتيل ورقم الاوضه يا فندم، ولسه بطلب من حضرتك تقرا الملف كويس. مع السلامه. بابا انا مش قادر افهم حاجه، حضرتك عارف شوقي كويس، ده بادي معانا من بدايه حياته. اوعى تناقشني في الموضوع ده تاني، انا عارف كويس انا بعمل ايه، انت فاهم؟ بكره الصبح بدري تكون في المكتب، لازم الكل يعرف ان شوقي اترفض، لازم الكل يعرف ان انا موجود. بعد بكره هكون في الشركه، انت فاهم؟ امرك يا بابا. متأكد إن ده حصل امبارح؟ متأكد؟ رياضي النادي رجعت له ذاكرته تاني؟ طيب طيب، أنا مش هقدر أتكلم معاك دلوقتي. باي باي. والله وطلعت تاني يا رياض من تحت المية. عايز تلحق؟ لكن لأ، أنا مش هستنى. إيه اللي مسهرك لغاية دلوقتي؟ أنت لسه فترة نقاهة ومحتاج للراحة. الدكتور قال لي كده. أنا قلت مش عايز حد يقلق. أنا هروح للدكتور وأطمن بنفسي. مع الخير. ايوه روحي. رياض مش معقول يا حبيبي، انا مش مصدقه نفسي. الموت كان اهون عليا ومحدش يبلغني، محدش في المكتب يتصل بيا. ده حتى المره اللي شوقي اتصل بيا وانا في أتينا كان بيحاول يضللني، قال لي انك في سويسرا، قال لي انك اكيد هتتصل بيا، وفضلت استناك يا حبيبي لحد ما بالصدفة قريت الخبر المصيبة دي في الجرايد. ازاي
ازاي يحصل لك كده يا روحي؟ لا يا حياتي، خلاص كل شيء انتهى. نعم؟ لا، ما كانتش حادثة، كانت محاولة قتل بالتحديد. قتل؟ انت بتقول قتل؟ مين المجرم اللي عمل كده؟ وازاي يعمل كده؟ ومع مين؟ مع رياض النادي؟ مجرمين، مش مجرم واحد. سوزة روحي، انا مش عايز زيك اكتر من كده. انت وحشاني قوي، وده المهم. لا يا حبيبي، انا بس كنت عايزة اجي اشوفك، عايزة اعرف مين المجرم اللي جرؤ يعمل كده. انا عملت المستحيل عشان اجي اشوفك قبل كده، لكن ما كنتش عارفني، ده اللي كان حاسس في نفسي. لكن دلوقتي اكيد اكيد انت فاكر كل حاجة، اكيد فاكر اللي حصل. افتكرت مين اللي عمل كده؟ اللي عملوها معرفش منهم غير واحد بس، وانا مش عايز اصدمك. سوزي حبيبتي، بعدين مدام مصرة للأسف، الدغيدي هو الشخص ده. لا لا لا، معقول؟ أنا مش مصدقة. قول أي حد تاني إلا الدغيدي، الدغيدي اللي طول عمرك واثق فيه. سوزي أرجوكي، الكلام ده مش لازم يطلع برانا احنا الاتنين. لما نتقابل يا حياتي هقول لك انا هعمل ايه، بس ما حدش يعرف اي حاجه. انت سامعه؟ انا بكره هستنى الدكتور، مش رايح الشركه. ممكن تيجي اشوفك؟ نعم، زي ما جيتي قبل كده. انا اسف يا حياتي انك جيتي وشفتيني وتقابلنا بالصوره دي. تصبح على خير يا سوزي. الباب لسه مفتوح يا سوزي، ورياض لسه مطمن، لكن المهمة مش سهلة ولازم تكون مضمونة. نهاية ولا دي بداية؟ قوليلي يا دنيا يا مرايا. نهاية ولا دي بداية؟ قوليلي يا دنيا يا مرايا. مين في البشر زي القطر ما تنتصر؟ اليوم له حكايه.